عودة مشاهدينا الكرام، نتابع الآن توقيع هذه الاستشارات، وابقى معي أرجوك دكتور سيد. مع حضرتك. يعني نعم. شكرا. ولمتابعة تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة التمويل الدولية، يوقع كل من السيد محمود السقا مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات والدكتورة ليندا رودو مسؤولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية. شكرا لحضراتكم، نشكركم جزيلا. السادة الإعلاميين، نشكر حضراتكم جزيلا.